أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، تصريح منه بالكفر والخروج من الإسلام، فهل هذا الفهم صحيح؟ لا، ما هو بتصريح من الكفر، خلع رقة الارتباط بالمسلمين، رقة الإسلام يعني الارتباط بالمسلمين مع طاعة ولي الأمر. نعم، كأنه في الأول كان مرتبط بالمسلمين، فلما عصى ولي الأمر خلع رقة الإسلام وصار ما هم مع جماعة المسلمين، مثل الدابة التي كانت مربوطة بالأول ومتأمنة من الذئب، ومن فلما انطلقت صارت عرضة للذئاب والسراق، هذا مثله. نعم، الرباط هذا فيه أمان، كان فيه أمان، ولما عصى ولي الأمر وخرج على جماعة المسلمين صار فيه خوف ومهدد بالخطر، لأن كونه مع المسلمين وتحت طاعة ولي أمر المسلمين هذا أمان وخير نعمة. نعم.